بالنظر في مشروع قانون تعلق بالمصالحة الاقتصادية اللي هو مشروع قانون كان بمبادرة من رئاسة الجمهورية. مشروع قانون هدايا كان موجود وراء يعني تبعث المجلس في جويليا من السنة الفاتت أو تقريب عام وموجود عندنا. لكن العام هذاك فما أسباب خلت أن اللجنة لجنة التشريع ما نظرتش فيه لأن عندها مشاريع أخرى مهمة. الموضوع هذا زاد كذلك تعرضت على اجتماعات متوالية مش رسمية رأست على شخصيا وكانت بحضور مختلف رؤساء الكتل. بدلنا الآراء شفنا يعني مواقف هذا وهذا وكان الاتفاق على أن الموضوع هذا جاء وقته يلزم يعني يتحال بسرعة على لجنة التشريع. هي مخولة لتغيير ولتحوير ولتبديل معناها أي فصل من الفصول. اليوم المبادرة هذه مش موجودة عند لجنة التشريع. المبادرة الرسمية اللي جاتنا هي المشروع اللي في سيغته اللي فيه 12 فصل اللي جاء في جويلية 2015. اليوم النقاش انه هل نناقش المبادرة هذه، فما رأي يعتبر انه نبدأ نناقش المبادرة هذه مادام هي موجودة وهي رئيس الجمهورية ما سحبتهاش، دونك هي مبادرة رسمية نناقشوها. وإذا كان فما تفاعل كما صار في رؤساء الكتل يتفاعلوا في إطار لجنة التشريع العام ونعدلوا المشروع هذايا ونحاولوا نحسنوه ويكون متماشي مع الدستور ومع العدالة الانتقالية، ولا الرأي الثاني نستناو المبادرة أو رئيس الجمهورية تسحب المبادرة هذه لأنه النظام الداخلي يفرض عليها تسحبها وتقدم مبادرة جديدة. وهنا لتقديم مبادرة جديدة فيه أجل، فيه أجل معناها بطبيعة حسب النظام الداخلي، ونعاود ننظر في المبادرة الجديدة. وبالتالي هذا النقاش اللي صار اليوم حول منهجية التعاطي مع هذا المشروع. يقول قائل علاش يعني في هذا كل علاش؟ والله هو النورمال ما معناتها هو بكله ما يجي شيء، معناتها لا المبادره الاولى لا المبادره الثانيه راهو زوج ما يجيو شيء. اما بالنسبه لهم هم عملوا تنازل كبير، معناتها يعني بالنسبه لهم هم هاك ندخل لك انا بالكوبي الاولانيه بالنسخه الاولانيه ومن بعد نطلع مثلا نطلب الاقصى، ومن بعد حتى كي نهبط هاك نجيب لك انا مقترحات هذيك التنازل مني. اما باركونت كي نجيب لك النسخه هذيك اللي نجيبها لك الثانيه يوليو يهبطوا مقترحات اخرين يمسوا فيها. دونك هو نوع من التلاعب كالعاده بالطبيعه اللي هو ما مش جديد عليهم بالقوانين وبالطرق وبالاجراءات لتحقيق مآرب ومصالح معناتها ما تنجم كان تضر بصالح العام.